بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ودرسي إني الأربعين النووي، وحنعاوى قبلها إن شاء الله الحديث 21 عن أبي عمرو، وقيل أبي عمرة سفيان بن عبد الله رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. قال: قل آمنت بالله ثم استقيم. رواه مسلم. ودرس جاني كتابك 40 النووي عاو وحين نكبل بينا حديثك كو يلواتن. الحديث 21 حديثك كو يلواتن عن أبي عمرو. أبي عمرو أبيه وحال غوري، وقيل وحال يري أبي عمرة مجعيس وسفيان بن عبد الله رضي الله عنه. قال سفيان وحيري: قلت وحان إري يا رسول الله، رسولك الله، قل إيده لي أنيغا في الإسلام إسلامك قده قولا إري، هل قول أما هل إري لا أسأل أنا ويدين عنه قول كاس أحدا قف كالي غيرك أذيغا نبي محمد غيرك. قال رسولك وحيري: قل وحاتر هذا سفيانو، آمنت وحن رميي بالله إلهي وحن رميي ثم استقيم كتوسنو مرك، آمنت بالله مرك تراه ثم استقيم كتوسنو. حديثك مسلم باوريي وحكر الله ورني عم كتب السنن ترمذي ابن ماجه. وحنا قال لي حديثك وحوي استقامة قرآن كان إلهي سبحانه وتعالى وكتل مامي وحليه على إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. سداس إله إليه إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا كوي إن الذين كوي قالوا يري ربنا ربنا الله ثم استقاموا كدمنا كتو السنات قالوا يري تتنزل عليهم الملائكة ملائكة كتو كسو دقي سمعناها ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا أنت سأل يسود أبنغي ألا تخافوا ولا تحزنوا أعبسننا أمرغوننا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون كب شاريس الجنة دي إنا لي بلنقا دي إنا لي يبوهي آيات كلا واحد إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. يادنا وسيدة سوكال آيداس يادنا مركز سورة الفصولة ديو سورة الأحقاف إلهي ساسو كليه وحكالو كم ذا آيدا فاستقم كما أمرت ولا تضغو إنه بما تعملون بصير. فاستقم كما أمرت رسولك هيا لله اللي مسلمين تنوى سيدة وكالي فاستقم كتور سنو كما أمرت سيدة اللي وامر ومن تاب معك ولا تضغو إنه بما تعملون بصير. استقامة مركز واتاس وقفوا إنه كتور سنو دين تي إسلامك وحو إلهي الرسول أمري انتي تبرتي سائنو اللي مادو وحي لغر ريوينا يضا إنو كهروي وكان سومري حديثك مركا وحينا لأمرنا وحي أود دين الله إمادا وحينا لغر ريوينا فجتانبوه كديراد وكان سومري مركا حديثك وكاسو واستقامة قفك إنو توسنادو. سيدوك الحديث النبي عليه الصلاة والسلام حاكم إذا إنو مركا تلمامي ومرك وكهل لي نبي عليه الصلاة والسلام أوت المامي إنه يري استقيموا ولن تحصوا وعلموا أن خير أعمالكم الصلاة ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. نبي عليه الصلاة والسلام حديث قال استقيموا توسناد ولن تحصوا مكو بكرتان توسنانتي وعلموا أغادة أن خير أعمالكم عمل الذي نكوه خير بدن الصلاة والصلاة وهي ولا يحافظ ما حفظه على الوضوء ويسكرك إلا مؤمن قف مؤمنا موين قف مؤمنا بويس حفظه ووحيابها مارتي شيطان كون مركو وكعر قف إنه ويسقب مرول بمركو بحينا ويسقب ولي مادو وحنا النبي قولي هاي ما بطو سناي ويسد ما حفظه إلا مؤمن معنى لكن محلو شايت حديث وقيب تورو استقيموا ذوي وحكالو الروايط كلا أي تلمامي سنة بيقولوا سددوا وقاربوا ولا يحافظ على الصلاة إلا مؤمن سددوا توسنادوا وقاربوا دوية كل هذا حق معنى بقول كيف بقول حلقية بين هذا أودين هذا السماين
لكن هدنا سدد بمعنى وحوى استقيم وتوسناد وقارب دوية ولا يحافظ على الصلاة إلا مؤمن سيدو كلا النبي عليه الصلاة والحديث كلا صحيح بخاري مسلم يورني أنا بوريرة ونبي يقول سدد وقارب وتوسناد دوية مركة تاسوي يقفكم مركة إنه قاد وجود دالو استقامة دي أولي ما دو تاسوي وحكى حديث كلا النبي عليه الصلاة والسلام وتلمامي أو كهل لي سجن الإمام الترمذي ودريه إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان فتقول اتق الله فينا فإنما نحن بك فإن استقمت استقمنا وإن عوجت عوجنا وحديث كاس معناها شيخ الألباني حسن مكدي الترمذي لابد بحسن مكدي كان الإمام الترمذي رحمة الله عليه مركه وحلي الدوم مركه إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان مركو ابن آدم هو بريس حبنه أيام مر والبو حيدهيان لسانك أيه كدهيان الله ليان وحيدهيان فتقول اتق الله فينا عربك كدهيان الله أنه عبسه فإنما نحن بك أنه أديك من كاهني عربك الله ليان فإن استقمت حدا توسنا تو أديك لسانك استقمنا وان توسنانينا وإن عوجت عوجنا مركا هي قلبي يا معناها سيدو كلا سكن قلبي من مالك الاعضاء ويو هدو قلبي قد توسن هذا عربك هنا وتوسن انا يا مركا واتا ويو مركا اسلامك قفكو انه مركا الهاليو او توسن هذا ويو انقول علينا مركا حديث الحديث حادي الحادي والعشرون حديث كو يا لباتن عن ابي عمرو ابي عمرو وحال لغوري وقيل وحال يري ابي عمرو تا نوال يري بقيس وسفيان بن عبد الله رضي الله تعالى عنه صحابي الله كرر على النقطه قال وحير قلت وحانري وسفيان بعده يا رسول الله رسولك الله قل إيده لي أنيغا في الإسلام إسلامك قديهيسا قولا أري إيده لا أسأل أنا ويدين عنه قول كاس أحدا غف غيرك أذيغا النبي محمد غيرك قف دنب أنا ويدين أري أنا إد دنب ويدين إيشيغو إيده قال رسولك عليه الصلاة والسلام حكيري سوى الله عليه سفيان قل وحاتر على سفيان آمنت وان رمي بالله إلهي ثم استقم كتوسن مر مر كذا وسيد لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله مر معناها شروط بلا يحبا كرتين بتن وسيد وكلو قل به آمنت وان رمي بالله مر كاتر إلهي من رمي ثم استقم مر كتوسن أمرك معناها إلهي هذا رمي سي استقامة دي يتوسن أنت الله إيمو الخاص أنكم دول السعيدين وجزاكم الله حسن استماعكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.